مرة تشوفي فيديو ليه يا ريت تشتركي في القناة ولايك وشير، يا رب الفيديو عجبكم. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل شيبسي فورنو او شيبسي اللي هو بيتباع يعني اللايف. هنعمله في البيت بطريقه سهله جدا وهيعجبكم ان شاء الله. فاول حاجه انا كنت حابه اوريكم الحاجات اللي انتم ممكن تستخدموها في تقشير البطاطس. في طبعا المبشره دي اهي ممكن تكون واضحه. دي من استخدامات السلاح ده، بس انا جربتها بصراحة النهاردة اتعورت منها، ف يعني انا قلت اجربها فيه. انا بستخدم على طول الكبة يعني، بس عورتني يعني. فاللي عنده دي خلي باله وبحذر وهو بيستخدمها، تمام. ممكن اول مبشرة اللي هي العادية خالص دي، اللي هي العادية جدا دي حاجة ممكن نقشر بيها البطاطس، او المبشرة اللي تركه، او الكبه اللي هي البراون دي. اللي عنده الكبه احسن يعني بكتير بصراحه. انت تستخدمي السلاح ده اللي هو ده، تمام كده، تحطيها كده اهي، وبتسهل معاك في الوقت جدا جدا وسريع يعني. بص انا هستخدم بطاطسايه واحده بس اهي. بصي انت بتدخليها كده اهي، تمام. بطاطس لو كبيره تقسميها نصين، لو صغيره زي ما انا عاملاها كده تمام تشتغل معانا حلو. بصي ما خدتش وقت خالص ازاي. هي بس اهم حاجه ان هي تكون رفيعه. بصوا اهي بالشكل ده كده، مفيش اي حاجه خالص يعني، سهله 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 جدا يعني، تمام. وانا كنت عامله بطاطا حلوه العاديه بتاعتنا، تمام. فهحطهم في ميه، البطاطس والبطاطا اهي، تمام كده زي ما احنا شايفين. هنحط بقى عليهم ايه عشان نسيبهم نص ساعة؟ هنحط عليهم خل، تمام كده، خل وحبة ملح صغيرين، البهارات بقى دي يا بنات اللي انا هستخدمها دي، ده كاري وبودرة بصل وزعتر وبابريكا وملح. ده هوريه لكم هستخدموه امتى، تمام. وهستخدم في الخلطة دي زيت زيتون معلقة واحدة عشان ندهن بيها الصاج الفرن، وهندهن بيها وهنرش كده على البطاطس معلقة واحدة بس. هنسيبها في المية دي لنص ساعة، تمام، لحد بس كده ايه ما النشويات بتاعتها تنزل كده منها، وهوريكم بقى هنكمل هنعمل ايه. هنا يا بنات بعد ما صفيتها وقعدت نص ساعة في المية اهي، البطاطا والبطاطس مع بعض، هنحط ايه عليها بقى؟ هنحط البهارات اللي انا قلتلكوا عليها، الكاري والبابريكا وبودرة البصل والملح والثوم والزعتر. تمام كده، وهنحط معلقة زيت زيتون. هي معلقة بالظبط. طبعا الشيبس ده هيبقى احلى واصح واحلى كتير يعني من بره. بصوا كده، حاولوا ان احنا ايه ندخل كل التوابل والزيت في البطاطس كلها والبطاطا على قد ما تقدروا كده بايديكوا، ها، مش بالمعلقة زي ما انا بعمل كده، تمام اهو. بص شكلها حلو ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب صاج الفرن العادي ده، تمام، هنحط بس رشة زيت زيتون واحدة، ونعمل كده بالفرشة بس،
شيل القطاطس عندي ما تلزقش، وهنرص بقى البطاطس يا بنات. معلش هو هياخد وقت منك شوية، بس هنحط واحدة واحدة عشان تبقى مقرمشة معانا وتبقى شبه المقلية بالظبط. تمام كده. بصوا رصيتها ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحطها في الفرن، بس هنكون محميين الفرن قوي قبل ما ندخلها الفرن على طول، عشان هي مش بتغيب ولازم يبقى الفرن سخن، ما ينفعش تدخل والفرن لسه هنولع عليه. تمام. هتبقى درجة الحرارة تقريبا 200، وهنولع فوق وتحت. تمام كده. هي هتقعد يعني حوالي ربع ساعة بالكتير، 10 دقايق يعني، انت او انت بتحسي القماشة اللي انت حباها. يعني انا بحب يكون فيها ايه، حرقة بسيطة كده، بحب الطعم اللي هو اللي فيه حرقة بسيطة كده شوية. فبس كده انا هدخلها الفرن وهوريكوا شكلها، هوريكوا شكلها بعد ما تطلع من الفرن. وجربوها بجد ان شاء الله هتفرق معاكم جدا، للناس اللي بتحب الشيبسي عاملة دايت او ماشية حياة صحية ومش عارفة تاكل شيبسي وكده، جربي اعملي ده واعمليه بكمية وخليه عندك، احطيه في علبة كده متغلفة واقفليه، حلو جدا وهيوفر معاكي، وطبعا هيكون صحي طبعا، وممكن تعمليه لاولادك احلى من اللي فيه المواد الحافظة. واتمنى ان انتوا تجربوه، واستنوني بقى لما اوريها لكم دلوقتي لما تطلع من الفرن. كده يا بنات البطاطس طلعت معايا من الفرن حلوه ازاي. انا بحبها اللون ده، انتي طبعا طلعيها صفر، انا بعشقه كده بصراحه، بحبه قوي التحميره الحمراء قوي دي، مش بحبه اصفر. ودي البطاطا اهي، البطاطا بطل يعني ممكن تطلع، هي اصلا بتطلع صفرة، ما بحبهاش محروقه كده شبه البطاطس دي. انا بحب البطاطس محروقه، بدليل ان انا بصوا يعني عشان ما حدش فاكر ان هي اتحرقت، يعني بدليل ان انا مطلعه البطاطا صفراء اهي. بس انا البطاطس بصراحه بحبها كده قوي، بحبها القرمشه دي. فانت طبعا طلعيها صفراء وحلوه جدا يا بنات، وطعمه حلو جدا. بصوا الصوت، سامعين صوته؟ بصوا سيبسي خالص يعني. فاتمنى انتوا تجربوه، وصحي ومعمول في البيت ومفيهوش دهون كتير، وتعملي ليكي ولاولادك. ولو حابين اعمل لكم وصفه تانية انتوا بتحبوها بس مش لايت، قولي لي عليها وانا اعملها لكم ان شاء الله. واتمنى ان انتوا الفيديو يكون يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، وتشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده. واي حاجه او اي سؤال انا تحت امركم سيبولي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.